الله غرق 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 عربي مو زينة. شنو؟ ماشي كالتسية واجد زينة. لا بذبحه لا بذبحه أنا هاي بذبحه. برديب برديب استغفر الله استغفر الله هذا جني هذا جني هذا روبيد روبيد الله اكبر الله اكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله استغفر ذيب هذا في سم انا استغفر الله استغفر الله روبيد الله يخلي روبيد 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 الله يخلي لا ياكل انا الله يخلي ذيب انا بشار خب بنام عندك خب مليت العادة أنام يا بغرفتي يا عند بالصالة يا بالمطبخ أنا مطبخ أنا يا رب أنت ليش يبي نوم مني ليش والله مشان صديق مال ماما كيركاسة يجي أنت ماكو مكان نام داخل يضحك يضحك أي يضحك والله ماما والله شو هذا بابا أنت في فلوس إيه عندي فلوس تبي اكو فلوس كاش الحين شوف عاد لا تقعد تقول لي على ابونا انا عندي فلوس تبي ادفع لك عشان انام عندك لا بابا ها ايش تبي مو داكل فندق احسن اضحك 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 والله بابا انت ماكو مكان نوم اليوم بابا الله شرح علي انا جاي لك رونا داكل سيارة بابا سكر لايت الله يخلي هوا ما في هوا راس مال انا اول راس مال هوي هوي نفرات انت شو فيديو زين ليش ما يسوي سبسكرايب سوي هذا احمر جرس سبسكرايب يلا شو بيوقف انت سوي سبسكرايب ها عند يا في هذا زبل هذا ياتي انا تشوف انا انت سوي اسم هذا تشيكو الفار عندك ها بابا هذا تشيكو بابا صديق مالانا هوي هوي نفرات انت شو فيديو زين ليش ما يسوي سبسكرايب سوي هذا احمر جرس سبسكرايب يلا شو بيوقف انت سوي سبسكرايب ها رامبو لا هرب مني تعال مني تعال مني طقي ها جيب هذا ها وكر هذا هليكوبتر هليكوبتر يجي ها 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 هوي هوي نفرات انت شو فيديو زين ليش ما يسوي سبسكرايب سوي هذا احمر جرس سبسكرايب يلا شو بيوقف انت سوي سبسكرايب ها برديب برديب انا قلق برديب شنو في بابا انا حاتي امي برديب صراحه امي ضايعه ووايد اشياء قاعد تجي في بالي انت زعلان بابا زعلان برديب انا زعلان انا تصدق انا زعلان على امي والله اي والله زعلان على امي بسبتي انا ما ادري شلون بس احس ان انا متضايق يعني امي ما ادري وين هي ضايعه ما ادري وين رايحه ما ردت البيت صار لها فتره ما ادري مو موجوده ريحتها بالبيت مو موجوده صدق برديب ما ادري معني قاعد اراجع نفسي بس مو مسوي شيء غلط يعني برديب شو بابا ليش قاعد تنام بابا انت في واجد كلام قرقر بابا شو يا بنتي الحين انا فاتح لك قلبي قاعد اشرح لك مشاعري وقاعد اقول لك اشياء تقلقني وانت قاعد تنام انت سوي يبي يسوي هذا يبكي برديبو برديب تسمعني ولا امشي ها بابا سكر ليت ها صدق شنو في خصم شهرين والشرح عليني قاعد معاه اثنين شهر فكر انا دكتور فيل انا اوبرا انا ويطلع برا ما يسكر لايت بعد برديب ها بابا ثلاثة اشهر خصم
هاي هاي نفرات انت شو فيديو زين ليش ما يسوي سبسكرايب سوي هذا احمر جرس سبسكرايب يلا شو بيوقف انت سوي سبسكرايب ها برزيل مام بابا وين حاط فراشك الزايد مع الكمبل انا ما في فراش زايد هذا واحد بابا لا بلا انا اذكر انا كان عندك واحد شيء مع كمبل وردي وين حاطه انا ياتي صديق مال انا وياكل بيت وي شلون انام عندك انا تبي نوم مني؟ اي بنام عندك اليوم. ليش بابا؟ قلت اغير يعني، قلت اي انام عندك وناسه نقعد نطالع افلام نسولف ندردش. بابا؟ ها؟ شوف برا. شنو برا؟ برا شنو في انت شوف في بحر برا؟ ليش؟ انت فكر هذا شاليه هذا؟ كيفك انت يبي نوم اي مكان انت؟ برديب بيتي وبنام ايش تبي؟ بابا ها ممكن بيت مال انت بس بابا هذا عيب انت نام مني هذا ما انا شنو يا بي بنام عندك اليوم كيفك عاد تعال برديبو شنو عندك افلام؟ شنو عندك افلام برديبو؟ يا هذا بابا رامبو اي جزء؟ ما يعرف غريبة ولا انت حافظ كل الاجزاء بابا انا شوف كله هذا كله خلاص انا راس اول رامبو شوف هذا الحين تقي زين موت شوف الحين هذا طيارتي اوكي ها شوف زين شوف هذا الحين حسن هذا مريض حسن من حسن هذا حسن سؤال برديب سؤال بابا. سؤال برديب شنو عندك افلام سووا سبسكرايب اضغط الجرس الحمراء شناتري يما يلا سووا سبسكرايب بابا الله يخليك بابا وين انت خليك اطوى مني هذا غرفه صغير مالنا يلا عاد برديب وعاد يلا خلها عندك كلها يومين ثلاث على ما نلقى لها حل اثنين يوم ثلاثه الله انا اعطي هذا قطوة اكل ولا اعطي انت اكل بابا برديبو خلها فوق الكبت او داخل الكبت لا هنيني عندك صوب الجدور هاي ملودي ولتين شلون خلها تحت السرير وكلها شو قال لي هذا فوق كبت هذا قطوة روح فوق كبت بابا شوف خلاص بابا انا قال لي قطوة مني ماكو مشكله بس هذا مو مشان انت ها عيل مشان بابا براك انا احبك مشكور برديب براك زين بس شوف عاد وقت ما برديبو يبي يشوفها خليه يشوفها مو قاعد تقول له والله ما يصير لا بابا شوف انا قال بابا براك صبح ما يجي هذا ظهر عصر مغرب بالليل ما يجي متى اي عيل انا ما اعرف هذا متى خلاص انا اقول انت ماكو مشكل بابا انا قطو هذا زين قطو هذا ايش قاعد يقول برديبو بنخليها عندك وانت تتصرف عاد بابا انا في وايد سؤال بابا شنو هذا قطوة ليس هذا يجي سهر هذا ابيض هذا مو اصفر بابا انا بلاد مالانا في هذا واجد كبير هذا اصفر هذا لون يعني قطوة بيضة يعني ايش تبني اسوي لك يعني يبغى تصدق كان يربي اسد منو هذا ربي اسد عمي هذا يخاف من ظله هذا يخاف من النمل يمشي على القاعد تقول لي ربي اسد شو قول انت انا في لايون اسد هذا صوت هذا صوت كذا هذا سمعت شو يقول؟ لا شوفه عموما احنا بنخليها عندك عاد وانت تتصرف معاها خلاص بابا خلاص خلي هذا قطوة مني هاي هاي نفرات انت شو فيديو زين ليش ما يسوي سبسكرايب سوي هذا احمر جرس سبسكرايب يلا شو بيوقف انت سوي سبسكرايب ها شنو عندك هنا ينباع ما تنباع هذه ما تنباع هذه فيها دينارين ونص هذا الجدر بابا شنو سوي انت يبي طبق؟ برديب عطني شيء ينباع فيه هنا عشان استفيد منه لا بابا ليش ابي بيها بابا؟ هذا قراد مالانا لحظة هذه زينة؟ هذه زينة حق البيع؟ اذا كذي هاي تنغرف اي هذه زينة هاي تنباع هذه تنباع زين ها تلفزيون لا بابا لا ايوه هذا التلفزيون هذا فيه 12 دينار لا بابا الله يخلي بابا تلفزيون واحد انا فيه بابا بليز برديب هذا ما يشتغل زين منه انه فيه دقم شو انت يشتغل هذا فيه 3 شانل بابا ومع الرطوبة ممكن يجي 5 لا 5 تمام 5 تمام هذا اللي تشوف فيه رامبو ها بابا انا اشوف هذا رامبو وصب هذا نادي عربي تشوف العربي ونادي رامبو ها دام تشوف في رامبو والعربي هذا فيها هذا ينباع
صوره شاروخان. الصوره هذه كم تجيب؟ بابا الله يخليك، صوره يا ابي وكر انا في صوره وايد باز بابا. هذه الصوره تجيب لنا فلوس. لا بابا، كنت عايزه بابا، كنت صوره هذا ما انت، كنت روبي سياره بابا، صوره شاروخان انا في واحد باز. يجمع الاشياء اللي قلت لك عنهم ويجيب لي اياهم برا، انا اترك. انا اسيب ملابس ملانه انا يروح برا. تبي تشوف زياده؟ تبون اكثر؟ يما سووا لي سبسكرايب. ايه عشان كل يوم احط لكم اخبار عني. الدقمه الحمراء هذه اضغطها.